والقانون الثاني مال نيوتن مقلة معروف هذا، اللي هو القوة تساوي الكتلة في التعجيل، أو التعجيل يساوي نيت فورس على الكتلة، نيت فورس على الكتلة. أوكي، وحدات القوة تساوي نيوتن. فالفورس يساوي الاكسلريشن في الماس، اف تساوي ام اي كتلة في التعجيل. هذا الهوم وورك. زين، طبعا ما حد حله ودز لي اياه. شي يقول ستيفز كار which weighs 1000 كيلوغرام is out of gas. سيارة ستيف اللي وزنها 1000 كيلوغرام خلاص غازها. سوى ستيف حاول انه شنو يدفع السيارة، خطيه شي يسوي ما حد يساعده، فبيضل يدفع السيارة عمود يوصلها البازي خانة. زين، he makes the car go 5% متر على سكند تربيع. شنو هاي 5%؟ باو الوحدات مالتها هي متر على سكند تربيع، يعني التعجيل، يعني هو ظل يدفعها لها، سوى لها حصل تعجيل من الدفع مالته، القوة مالته سوى تعجيل للسيارة 5%.